ايوه تفضل. يعطيك العافية زميل. على زميل اهلا اهلا، جيت بوقتك على قد. قرب قرب قرب. شو طمنا الله يعافيك. مش الحال اللي وصيتنا عليه، مش الحال. بدي اقول لك شغله حبيبي، نحن متكلين على هالحمله الانتخابيه بهالاعلانات، مزبوط؟ صح. هلا الفلش اللي بدنا نفلشها نحن اتفقنا على شو، ايه؟ هلا انت فلشت على ال 10,000 وقد ايه؟ فلشناها على ال 10,450 كيلو متر مربع، كل الزاوية ما فيك تبرم الا ما تشوف شيء للطيار. يا زميل يا عمي، نحن اتفقنا على شغله يا زميل، بدنا تعمل مفعول بدها تكون فلشه على كل لبنان. 10,450، انا قلت لك على 10,452، يعني على كل كيلومتر مربع بده يكون في بانو للطيار تيصوتونا هالعالم. معك حق زميل. طيب شو ال 2 كيلومتر وليش ما حطيت عليهم؟ قطعنا من الغره، بطل معنا غيري. شو بدي اعمل؟ شو هالخبر يا زلمه؟ خلي معك شي سطل الغيري على جنب. ما بعتته للشب، هلا بعتته للشب اللي معي، خليه يجيب لي برميل الغيري حتى نكفي على 2 كيلومتر. دخيل عرضك حتى يصير عندنا بانويات تبع الحمله الانتخابيه على 10,452 كيلومتر مربع. مثل ما وصيتني زلمه. هيدي هيدي هيدي. يلا تعال الهم. امتى هدول اليوم يعني الله راد؟ امتى؟ اليوم عشيه الساعه 5 الصبح بكونوا معلقين. عليهم ناكل الارض اكل. يلا مع السلامه. ماشي؟ زميل زميل في شغله. هلا انت بصفتك مسؤول مش مسؤول، يعني عندك خبره بهيدي قصه الاحصاءات وما احصاءات، مزبوط؟ هلا اللي انت يعني نظريا هيك نظريتك يعني بيني وبينك، بحال ما حطينا هدول البانويات يعني كيف كانت الحمله، يعني كيف كان رح يكون الاقبال علينا وكم صوت كنا رح نجيب كتيار؟ لكن ما لا شك فيه زميل انه الحمله الانتخابيه لابد من انه تعلق بانويات وتعمل. طيب نحسب ما كان في بانويات، قد ايه كنا جبنا كم صوت؟ يعني اذا عم تفترض انه ما حطينا ولا بانو، صح؟ يعني تقريبا انا بعتقد حوالي 50,000. 50,000. بس هلا مع هاي الحمله الاعلانيه كلها، هاي الفلشه مع الحمله الاعلانيه، هلا بعتقد 50,000 صوت. لحظه، كيف انه نفس ال نفس الشيء، هذي 50 وهي 50؟ هي ذاتها ما راح. معقول؟ بلا فهمك، هسه بفسر لك شغله. ما نحن اللي بده يصوت لنا، عرفت كيف؟ ان علقنا له بانويات او ما علقنا له اياه، بده يصوت. عرفت كيف؟ يعني ما فيك تيجي تجبر حدا حتى يجي يصوت معنا. ما اللي معنا معنا. قول لنا شو هالخبريه هيدي؟ لشو عملنا لك هالحمله كلها؟ يعطيك العافيه.